أصحاب القبور جنب من آج سمله طب سين بي الله سبحانه وتعالى دقاء سرالان ركع بنتم بالله الذبح الذي هو يكون عبادة هذا لا يكون إلا لله كاسمله نخنم ليك عقربوتي مين تايجن بو الله سبحانه وتعالى حتى الآن عندما يقدم هذه الأطعمة للأصنام حتى وإن كان يقول هذا فقط نحن نضع الطعام هكذا هذا هو الشرك الأكبر سم بيت جين دع أحا بنتك بنتوج دو كان بريه دا جين تان نكران جيكا دع بنو ويكو يوقد شمعة أحيانا عند هذا الصنم أيضا هذا من الشرك لا يعبد إلا الله ولا نعظم إلا الله جمن أكرب بانتي مين تاي الله